الكلام الجارح أو الكلام المجروح ممكن يدمر القلب تدمير. شوف ركز معايا، وفعلا قال لك ان الكلام الجارح او الكلام المجروح ممكن يسبب مصايب وبلاوي سودة على قلبك، فما بالك انت لما تجرح شخص بتحبه وبتجرحه وتجرح مشاعره. جرحت قلبه وكسرت قلبه، ممكن كلام جارح او كلام مجروح ممكن يسبب له جلطة في القلب. الكلام الجارح او كلام المجروح ممكن يجعل القلب يتوقف ولا يتحرك. الذي يجعل القلب يتحرك هو الذي يستمر بالحب الى الابد. عفوا لو دخلت في موضوع تاني، فالكلام الجارح او الكلام المجروح ممكن يعمل مشاكل في القلب، فما بالك انا شرحت في الفيديو السابق عن الكلام الحلو هو سبب في راحة البال. الكلام الحلو هو يجعل القلب يدق بتأني وبالسترخاء. الكلام الحلو يريح القلب، يعني شوف الفرق بين ده وده، الفرق بين الكلام الحلو والكلام الجارح. خلينا بقى افرق بين الاثنين بالمرة سلامة كده. الكلام الجارح او الكلام المجروح ممكن يدمر القلب، ممكن يعمل مشاكل نفسيا وعقليا وقلبا، والكلام الحلو يريح القلب، يجعل القلب يتحرك بهدوء ولا يجعل القلب يتوقف. الذي يجعل القلب يتوقف هو الكلام المجروح، الذي يجعل القلب في مشاكل وفي مرض هو الكلام الجارح. انت كشخص لما تيجي تجرح حد بالحب بكلمة واحدة ممكن تخلي قلبه ينصدم، ممكن تخلي حياته قلبه يحصل له مشاكل، ممكن تخليه يروح لدكتور القلب. يعني شوف ازاي الكلام الجارح الكلام المجروح بيدمر القلب، ممكن يسبب جلطة في القلب. كلام الجارح لما انت تقول كلام مجروح لواحد سواء كان في الحب او للصاحب او ايا كان، الكلام الجارح او مجروح ده مصيبة، ممكن تخلي الشخص، يعني انت لو جرحت شخص جرحت قلبه ممكن يزعل منك، ممكن بعدين يدعي عليك لانك جرحته. محدش يجرح حد. القلب عايز كلام حلو، القلب عايز كلام رومانسي تقول له كلام حلو يطلع من قلبك، ما تقولوش كلام مجروح او تقول له كلام يسبب له كآبة لان عفوا كشكل عام مش بس الكلام المجروح. الكلام الكئيب او الكلام المحبط ممكن يعمل مشاكل نفسيه ومشاكل في الداخل، مش بس مشاكل في القلب، مشاكل في كشكل عام كمزاج وكقلب ككله. الكلام الحلو بيريح النفوس، الكلام الحلو يريح البال. فالكلام الجارح الكلام المجروح بيدمر القلب. محدش يقول كلام مجروح او محدش يجرح حد كان كده غلط. الكلام الحلو هو يجعل القلوب تتحرك ولا يجعل القلب يتوقف. كلام الحلو راح حلو.